لمزيد من التفاصيل ينضم الينا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان. أهلا بك أستاذة إيناس. الأمم المتحدة تقول إن عدد النازحين في العراق منذ عام 2014 تجاوز 5,400,000 إنسان داخليا. كيف من الممكن قراءة هذه الأرقام في ظل العراق والوضع العراقي اليوم؟ نعم، يعني مساء الخير. في البداية هذه الأرقام تنبئ بمأساة وكارثة إنسانية كبيرة، خاصة عندما نتحدث عن منع لهؤلاء النازحين للعودة إلى ديارهم ومنازلهم، على الرغم من أن إحدى الحلول التي أتاحها القانون الدولي لحل مشكلة النزوح هي العودة الطوعية للأهالي إلى منازلهم في حال زوال الخطر أو سبب الاضطهاد التي يعني كانت تهدد حياة هؤلاء الأشخاص. النازحون في العراق سواء كانوا أهالي الوصل أو أهالي جرف الصخر أو تل عفر أو غيرها من المناطق، يجب أن لا يتم منعهم من العودة إلى منازلهم في حال رغبوا بذلك. وطالما أن الحكومة العراقية أعلنت رسميا استعادة تلك المناطق من يعني ميليشيات داعش، فلذلك لا يعد مبررا أبدا أي منع لهؤلاء اللاجئين أو النازحين عفوا، ويعد أي منع لهم في إطار مثلا اتخاذ خطوات ضدهم من اجل اعتبار يعني تلك المدن او تشريد اهلها وتدمير البنيه الاجتماعيه لهم بهدف دفعهم الى مغادره البلاد ربما، او ربما لتطبيق مخطط طائفي معين، خاصه في ظل حديثنا عن سيطره واسعه لميليشيات الحشد الشعبي التي يعني جعلت المراقب من بعيد يعتقد بانها اصبحت شريكه في الحكم واتخاذ القرارات الرسميه المتعلقه في المدنيين في العراق. لذلك يعني قيام الحكومة بهذا الأمر يعد انتهاك لحق العودة الطوعية أيضا، وانتهاك لحق المدنيين بالتنقل داخل الدولة، وهو ما يفاقم بالنتيجة مشكلة النازحين ويجعل أعدادهم في ازدياد كما ظهر في تقارير الأمم المتحدة. أستاذة إيناس، ماذا عن انعكاس المعارك والعمليات العسكرية على الأوضاع للنازحين في ظل التقارير التي تحدثت عن الكثير من الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم من قبل القوات الحكومية والميليشيات التي أضرت بهم كثيرا؟ نعم، يعني هناك أولا ذرائع عديدة تتذرع بها الحكومة، منها أن هناك عمليات عسكرية وأمنية أو حتى أسباب متعلقة بدمار البنية التحتية وعدم انتشال للجثث من تحت الأنقاض مثل ما يحدث في الموصل، ولكن كافة هذه الأمور يجب أن ينظر إليها بالتكامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها النازحين في المخيمات. هناك ضعف بالمساعدات الإنسانية والغذائية، نقص هناك نقص في الدواء، هناك انتشار واسع للأمراض والأوبئة خاصة في بين يعني صفوف الأطفال، هناك اضطهاد لبعض النازحين في بعض المخيمات مثل مخيم برطلة في نينوى، وهم متهمون بأنهم عوائل داعش، وهذا كله يتم دون وجود أي دليل أو إثبات رسمي، الأمر الذي يجعل يعني هذه الممارسات كلها تدخل في إطار العقاب الجماعي. لذلك مسؤولية يعني المنظمات الإغاثية أيضا عن هؤلاء النازحين هي فعليا مقصورة وغير ملزمة لتلك المنظمات. النازحين يعني يعتبروا وفقا للقانون الدولي مختلفين عن اللاجئين، وبالتالي يعني لا يعني مسؤوليتهم الأولى تندرج تحت الحكومة، حكومة تلك الدولة، وهي المسؤولة عن توفير الحماية لهم وتوفير أيضا المسكن والمساعدات اللازمة لهم. يعني لذلك لابد من أن يتم حل هذه المشكلة جذريا من قبل الحكومة العراقية أولا، بإعادة من يريد أن يريد العودة إلى دياره وإلى منازلهم، وأيضا النظر بالوضع الإنساني للجماعات الأخرى من حيث توفير الغذاء لهم والدواء بأقصى سرعة ممكنة. أستاذ إيناس، هل برأيك استطاعت الأمم المتحدة والقوات عفوا المنظمات الحكومية والعالمية كانت على حجم هذه الكارثة، استطاعت تغطية هذه الكارثة الحاصلة؟ يعني هنا كما ذكرت لك يعني هناك ضعف من قبل المؤسسات الإغاثية والدولية أيضا في مساعدة هؤلاء النازحين، ولكن كما أخبرتك سابقا يعني مسؤولية تلك المنظمات عن توفير الإغاثة لهؤلاء النازحين يعني غير ملزمة كما هي الحال أو كما هو الحال مع اللاجئين. لذلك يعني الحمل الأكبر يقع على عاتق الحكومة، أما بالنسبة للمنظمات الدولية فأنا أعتقد بأن المجتمع الدولي ككل يجب أن يقف مع النازحين في هذه المحنة وهذه الكارثة الإنسانية حتى يتم التخلص منها، وبالإضافة إلى الجهود المكثفة من قبل المنظمات الدولية والإغاثية. نعم، لماذا توصل القوات الحكومية برأيك منع النازحين من العودة إلى مناطقهم؟ ما الخطر الذي برأيك سيشكلونه
يعني هناك خطر بعيد الأمد يتعلق بأولا تدمير البنية الاجتماعية لهؤلاء النازحين. هناك يعني تشريد في صفوف النازحين الآن، الأطفال لا يتلقون التعليم اللازم، لا يتلقون الرعاية اللازمة، الأمر الذي سيجعل جيلا كاملا يعني في حالة تشرد، وأيضا من الممكن أن يذهبوا إلى التطرف. والحرب الآن الدائرة في العراق هي بمواجهة التطرف والإرهاب، يعني تأتي تحت هذا العنوان، ولكن نراها نحن كراصدين وكحقوقيين هي تصنع الإرهاب من جديد، خاصة عند إهمال هؤلاء الأطفال بهذا الشكل. يعني المسألة لها أبعاد كثيرة على المستقبل البعيد، ولكن نحن نتأمل بأن يتم تدارك هذه المخاطر وأن يتم اتخاذ خطوات عاجلة في سبيل إنهاء هذه المأساة. نعم الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.